مشاهدينا الكرام، نتوقف مع هذا الخبر. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي. وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم، فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع شبكة العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان. رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهدت محافظة ذي قار جنوب العراق